أخوتي خدام وأعضاء كنيسة الله دورة، بحب أعيدكم بهذا الوقت وإلكم ينعاد عليكم ميلاد مجيد وسنة سعيدة ومباركة مع الرب يسوع المسيح. صلاتي في هذا الوقت وأنا عم بعيدكم أن يكون الرب عم بيستخدم كل واحد فينا حتى نكون المعنى الحقيقي لعيد الميلاد، ونكون عم نجيب الفرح لقلوب الناس ويسوع يولد بقلوبهم. صدقوني بهذا الوقت العالم بحاجة لخلاص لأنه عايش بالظلمة. بشجع كل واحد فيكم حتى نكون لابسين لباس العرس وعم ندعو العالم تعالوا تصالحوا مع الله، لأنه الله فاتح قوس السماوات وفاتح يديه كما يدعوكم إلى العرس العظيم، عرس الحمل، عرس يسوع المسيح. أنا بتمنى لكل واحد سنة ازدهار وبركات واستخدامات غير عادية، والرب يرسل معجزات وآيات وشفاءات على يد خدام الرب أبطال كنيسة الله الدورة. رب يبارككم ويوسع تخومكم. ميري كريسمس and happy new year. أنا بحبكم كتير، بفتخر فيكم، أنتوا عائلتي الحقيقية للرب باركني فيها. يسوع يبارككم.